مستمرين بحملة تكافل مقدمة من قبل راديو الغد. احنا منظمة جهد الإنسانية متواجدين لليوم السابع من شهر رمضان الكريم لتوزيع المساعدات على عوائلنا المتعففة. طبعا هذا البرنامج هو يتم طريق التواصل عن طريق راديو الغد، يتم التواصل مع العوائل وبالتالي يتم تقسيم هذا البرنامج، ومن خلال هذا البرنامج المطلوق عن طريق راديو الغد احنا نذهب للعوائل ونتم المساعدة إن شاء الله في أقرب وقت.